حكم طلب الدعاء من الأموات الصالحين لا يجوز، وهذا شرك بالله. قال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين يبصرون بها. الآيات: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي يتولى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.